هي عايزه تعمل شيش طاووق على الطريقه الهندي، فاحنا حطيناه في الخله وتبلناه، بس انا هقول مقاديره وهنوريكم دلوقتي شكله التتبيله كانت ايه. يعني احنا بصراحه انا عارف ان الوقت مش هينجزنا، فعشان كده قلت لها خلينا نجهزه، نحط الطبق ونتبله ونقدمه على طول، لكن هنقول مقاديره، هنقول الخلطه اللي احنا عملناه فيها يعني التتبيله. فادي شكله اهو، انا هاخده كده ونحط عليه شويه زيت بس عشان الوقت. ايه راي حضرتك؟ خلاص، بس لان انا حاسس ان ممكن الوقت ما يسعفناش. ازعلي النار دي. نعم، النار بتاعت البطاطس اهو. وتعالوا بقى نشوف مقادير الشيش طاووق ده اتبل ازاي. يعني ده اللي هو احنا عاملينه جاهز، بس هنقول اتبل ازاي، وانا هسوي لك انا البطاطس. انت عايزاها تحمر؟ عايزاها، عايزه النار اعلى شويه. هي اخر حاجه دي، مش اعلى من كده بقى والله. عشان البطاطس هي المفروض بتاخد لون كده، مش تحمر. لو اكون صعب كاننا بنحمرها يعني، يا دوب يعني تبل يعني، خلاص ماشيه ميه خالص وتنشف، يبقى طعمها مقرمش. بتقرمش كده عشان مسلوقه، لما البطاطس بتبقى مسلوقه ونحمرها بتقرمش من بره، تعمل طبقه مقرمشه كده. طيب جميل، احنا طيب. بس هنجيب ده كده. تحب اغرف الرز ولا معانا يا ام اسلام؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف ياسر؟ انا بخير والله، لما انتم لو تبقوا بخير. ربنا يبارك لك يا رب. ان شاء الله يا رب يخليك يا رب. ربنا يخليك. بحييك والله يا شيف ياسر على اللي انت بتقدمه لنا. يا رب يبارك فيك. وبحيي ضيفتك الكريمه، بقول لها تسلم ايدك على اللي انت بتعمليه. عايزه اسالها سؤال بعد اذنك. ربنا يخليكي، اتفضلي. اتفضلي. الله يخليكي. بصي حبيبتي، انت ورقه الزبده لما حطيتيها في الرز، انا بعمل كده في بورقه الفويل، بتحطي الالومنيوم ورق الفويل ولا الزبده احسن؟ لا، ورقه الزبده احسن. ممنوع خالص يلامس اي اكل. لا انا مش بلمسه. بصي انا بعمل ايه، بحطه فوق الحله من فوق وبغطي. مش هيدي نفس النتيجه. حضرتك ممكن تعملي ايه، حطي ورقه الزبده، لو عايزه تحطي الفويل حطي الزبده الاول وبعد كده الفويل وغطي زي ما انت عايزه. يعني الزبده بتبقى على الرز على طول، ملامسه للرز لازم. هو دي فايدتها، انها تخلي الرز يستوي من فوق وتحت بسرعه. ربنا يخليك يا حبيبتي، شكرا. تحت امرك. بنشكرك يا ام اسلام، واحنا سعداء بسماع صوتك. ربنا يخليك يا رب. احنا انا هغرف كده عشان بس الوقت كده، حاسس انه بيخطف. لا ان شاء الله لا. واحنا هنرص الرز كده انت عايز بقى. انت عايزه ايه بس؟ لا اللي انت عايز. لا والله يمكن. لا والله يمكن. انا قلت لا والله ابدا. والله ابدا. انا قلت نحط الرز في النص. لا صح. ونحط هنا فراخ وهنا فراخ. عشان الله يخليك، عشان لو اثنين قاعدين بياكلوا مع بعض مثلا، هما الاثنين يبقى كل واحد قدامه في نفس الطبق فراخ، وبعدين الرز مشترك بينهم. تمام، زي الفل. ريحته حلوه قوي الرز. هنرفع ده كده، وبعدين نجيب بقى شويه بالصوص كده من الفراخ. سوري ده كويس ان انا اللي بغرف عشان دي كانت مولعه. شوفوا بقى قطع البصل والخضروات باينه جوه الاكل ازاي اهو. ونحط عليه شويه كزبره ولا بقدونس بقى؟ هنحط بقى الاثنين كده عليه بالتنزيل. بالهنا والشفا. شويه صوص هنا وشويه صوص هنا وشويه صوص هنا كده. هما بيحطوا في طبق صغير كده بولا جنبيه. بولا صغيره. طب يا محمد ده خلي بالك سخنه سخنه قوي. نحط فيها الصوص. خلاص ده كده طبق الرز بتاعنا. هنجيب ورقه بس نمسحه، وعايز بقى ايه بسرعه كده سريعا نكمل بقى البطاطس علشان طيب. خاطر احنا كده لازم اقول الشيش طاووق. ما دي الشيش طاووق قوليها بس الله يخليك. طيب الشيش طاووق نص كيلو وراك فراخ، وطبعا بيفضل الوراك في الشيش طاووق، طعمها احلى واجمل. بصلتين متقطعين مربعات، فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، او اي حاجه انت عايزه تحطيها. ممكن تضيفي مشروم لو انت عايزه. اسياخ خشب، والاسياخ الخشب لازم ننقعها نص ساعه قبل ما نبتدي نشتغل فيها عشان ما تتحرقش. جميل. تمام. معانا ملح وفلفل اسود، معانا ثوم، معانا كل البهارات الهندي اللي هي كاري وكركم، بابريكا، ليمون، جنزبيل، ومعانا علبتين زبادي. انا نسيت اكتبهم في المقادير. لا مكتوبه هنا. مكتوبه علبتين زبادي. علبتين زبادي مهمين جدا. ما نحط الزبادي، نحط عليه كل البهارات ونقلبه كويس. بنجيب الفراخ، نحط البصل، فلفل، فراخ بالترتيب. ممكن نضيف طماطم شيري. ممكن نقول بس مقادير ونصب عليهم بتاعتنا بقى سريعا بسرعه بس، ونعملهم بالشكل ده. وهم ده الشكل بتاعهم.